ألقت الحرب في أوكرانيا بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي، وكان من بين هذه الآثار تضرر قطاع صناعة السيارات بالنظر لتوقف الإنتاج الروسي بسبب العقوبات الغربية أو إغلاق المصانع الأوكرانية أبوابها بفعل الحرب. لكن هذا الوضع دفع بالعديد من المصنعين العالميين إلى اختيار الوجهة المغربية لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج في كل من روسيا وأوكرانيا. أنس الراضي رئيس الجمعية المغربية للمواطنين الماليين من الرباط: المؤشرات الحالية تدل على أن قطاع السيارات هو واحد من أكثر القطاعات المتضررة من الحرب، فروسيا وأوكرانيا يعتبران من أهم الموردين الأساسيين لمعدات السيارات، حيث أن هناك شركات عديدة خاصة الألمانية منها من تقوم بتصنيع العديد من المكونات المستعملة في صناعة السيارات، خاصة الأسلاك الكهربائية في وحدات صناعية توجد على الأراضي الأوكرانية. اليوم إمدادات هذه المعدات الآتية من أوكرانيا هي شبه متوقفة منذ بداية الحرب، مما أدى إلى ارتباك كبير في سلاسل التوريد واللوجستيك لدى صناع السيارات. وكيف يمكن للمغرب أن يستفيد من هكذا ظرفية؟ أنس الراضي: المغرب قد يستفيد من هذا المعطى، وقد يكون الوجه الأمثل لشركات الإنتاج مع كل المقومات والمؤهلات التي يتوفر عليها في هذا الميدان، وبالتالي فقد يشكل المغرب الخطة البديلة الأمثل لإقامة وحدات إنتاج تعوض الخصاص الكبير في تزويد شركات صناعة السيارات حاليا، وهو ما اتضح بالفعل من خلال عزم بعض الشركات إطلاق وحدات تصنيعية على وجه الاستعجال بالمغرب، من شأنه خلق فرص شغل تلقائية وبشكل مهم مع إمكانية توسيع هذه الأنشطة. المغرب اليوم أمامه فرص لنيل حصص جديدة في هذه السوق، عليه استغلالها على الوجه الأمثل. المغرب وجهة تنافسية في استقطاب الاستثمارات في قطاع السيارات من خلال موقعه الجغرافي الذي يجعل منه منصة صناعية موجهة للتصدير نحو أكبر الأسواق الدولية استهلاكا للسيارات، ألا وهي السوق الأمريكية والسوق الأوروبية، فضلا عن تواجده على بوابة السوق الإفريقية الواعدة، ناهيك عن موقع المغرب الجيد دوليا في عروض الإعفاء الضريبي، توفير مناطق حرة وكذا المساعدة في تكوين وإعداد الكفاءات اللازمة لهذا القطاع. وحسب دراسة أنجزها مكتب الصرف في المغرب، فإن المصدرين النشطين في قطاع صناعة السيارات بالمملكة يحققون أعلى معدل نمو من حيث رقم معاملات التصدير.